السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة والسيدات المشاهدين، تحية طيبة. معاكم دكتور وائل الشربيني، استشاري أمراض النساء والتوليد، دكتوراه توليد وأمراض النساء، كلية الطب قصر العيني، عضو الجمعية الأوروبية والكندية لأمراض النساء والتوليد. النهاردة هنتكلم عن موضوع من الحاجات، التطورات الحديثة اللي ظهرت في علاج المشاكل اللي بتقابلنا في تأخر الحمل، الخاصة بالمشاكل الموجودة في داخل الرحم، وبالتحديد هنتكلم عن حاجة اسمها المنظار الرحمي. المنظار يمكن في ناس كثيرة تعرف ان في زايدة بتتشال بالمنظار او المرارة بتتشال بالمنظار، لكن ما عرفوش ان في حاجة اسمها المنظار الرحمي. ده جهاز جديد وظيفته انه بيدخل جوه الرحم وبيشوف اي تشوهات موجودة فيه، وكمان بيعالجها من خلال عمليات جراحية. الفترة اللي فاتت كان لازم العمليات الجراحية دي تتم بوجود تخدير، لكن ظهر بعد كده منظار رحمي مكتبي. معنى كلمة مكتبي المقصود به العيادة، يعني ده منظار رحمي بيتم بدون أي تخدير، لأنه ما بيأديش إلى أي ألم للمريض، حتى لو كنا بنعمل عملية جراحية أو بنصلح أي عائق أو عيب موجود في الرحم. المنظار الرحمي هو جهاز، او بالتحديد هو عبارة عن كاميرا او عدسة بتدخل داخل الرحم من خلال فتحة عنق الرحم، وهي فتحة طبيعية اللي بيتم من خلالها عملية الولادة. الفتحة دي في العادي بتبقى مقفولة وبيبقى قطرها حوالي 4 ملي. عشان كده جبنا لكم المنظار الرحمي. المنظار الرحمي هو الآلة دي قطرها 2.7، بالتالي تقدر تعدي بسهولة جدا من خلال فتحة عنق الرحم بدون اي توسيع وبدون اي الم ممكن تحس به المريضة. وقطر المنظار الرحمي زي ما شايفين كده حاجة رفيعة جدا، القطر بتاعها اقل من الجهاز اللي بنستخدمه في تركيب اللولب للسيدات. المنظار الرحمي زي ما شايفين عبارة عن عدسة طويلة، العدسة دي ممكن نركب عليها جزء تاني بيحولها من مجرد عدسة بتخش تشوف الى عملية جراحية كاملة بنؤدي بيها جميع انواع العمليات الجراحية داخل الرحم. ممكن باستخدام آلة زي اللي احنا شايفينها دي، زي ما شايفين القطر بتاعها رفيع جدا، يعني يقرب من قطر الشعرة. بنستخدمها بان احنا ناخد عينة من بطانة الرحم، او آلة تانية زي الآلة دي بنستخدمها في ان احنا نقص اي زوايد موجودة داخل الرحم، او ان احنا كمان نصلح العيوب الخلقية، او ان احنا نشيل اورام ليفية، او ان احنا نشيل اي التصاقات موجودة داخل الرحم. المنظار الرحمي بيعتبر طفرة لانه بيحافظ على تركيب عضلة الرحم، يعني نفس العمليات اللي احنا بنقول عليها دي كنا بنعملها في الاول من خلال فتح بطن المريضة ثم فتح جدار الرحم. لما كنا بنفتح جدار الرحم وبعد كده بنعمل العملية وبنصلح الجدار وبنخيطه، مهما كانت قدرة الجراح على انه يخيط الرحم، عمر ما كانت بتقدر ان يتحافظ على التركيب الداخلي لعضلة الرحم. التركيب بتاع عضلة الرحم من الحاجات الفريدة جدا في الطريقة بتاعتها، لان عضلة الرحم مكونة من 3 طبقات، كل طبقة من الطبقات دي العضلات مترتبة فيها بشكل مختلف تماما عن الطبقة التانية، ودي حاجة ما بنقدرش نشوفها بالعين المجردة، وبالتالي كان بيتم خياطة جدار الرحم بشكل عادي بدون اي تمييز للطبقات، وده كان بيبوظ الطريقة اللي الرحم بيشتغل بيها، وكان بيعمل جرح في البطانة. الجرح ده كان في اوقات كتيرة بدل ما يؤدي الى اصلاح العقم او تأخر الحمل، كان بيؤدي هو نفسه الى عقم او تأخر حمل. المنظار الرحمي كمان زي ما قلنا انه بيستخدم في عمليات الاورام الليفية، ان احنا دلوقتي بقى بسهولة جدا بنقدر نشيل الاورام الليفية بدون ما نعمل اي جرح، سواء في بطن المريضة او في عضلة الرحم. والعملية مع ان هي ممكن تبان صعبة او ان هي تبان ان احنا بناخد وقت طويل فيها، الا ان هي بتؤدي الى اقل فترة بقاء للمريضة داخل المستشفى، وكمان اقل فترة بنمنعها فيها من الحمل بعد العملية. يعني بالعملية العادية اللي احنا كنا بنفتح فيها عضلة الرحم،
كنا بنمنع السيدات من الحمل من 6 شهور الى سنه. دلوقتي بعد وجود المنظار الرحمي بقت السيده ممكن تحمل في الدوره التاليه مباشره للدوره اللي احنا بنعمل فيها عمليه استئصال الاورام اللي فيه. ولكن عشان ما نبقاش بندي امال زياده للمرضى لازم يكون الناس عارفه ان في شروط لاستئصال الاورام الليفيه بالمنظار الرحمي. اول شرط ان يكون حجم الورم الليفي حجم معقول، ان يكون 5 سنتي مش اكتر من كده، لان زي ما انتم شفتوا كده الالات اللي احنا بنستخدمها هي الات صغيره جدا، وبالتالي استخدامها بياخد وقت طويل جدا علشان نشيل الورم الليفي. الحاجة التانية لازم الورم الليفي يكون على الأقل 50% منه ظاهر أو داخل في داخل تجويف الرحم، يعني ما ينفعش يكون ورم ليفي موجود على السطح الخارجي للرحم أو موجود في داخل العضلة نفسها ونقول لا ده احنا هنشيله بالمنظار الرحمي. لازم يكون الحاجة دي ظاهرة داخل تجويف الرحم ويكون أكتر من 50% من حجم الورم الليفي ظاهر في داخل التجويف. المنظار الرحمي كمان بيساعدنا في عمليات الكحت، لان احنا في الاول كنا بنعمل عملية الكحت بدون اي تمييز، كنا بندخل الالات بتاعتنا داخل الرحم وبناخد العينة او بنكحت البطانة بتاعت الرحم، كان ده بيؤدي الى ان احنا بنسيب مناطق كان ممكن تكون هي المناطق دي هي المناطق المهمة اللي كان لازم تتكحت واللي كانت هتدينا التشخيص الصح. دلوقتي في وجود المنظار الرحمي بقت الدنيا ابسط كتير، بقينا بندخل بالعدسه بنشوف بعينينا البطانه بتاعت الرحم، بنحدد المناطق اللي احنا لازم نعمل لها عمليه كحت، ومن خلال برضو العدسه بتاعت المنظار والالات اللي انا وريتها لكم، الالات دي بتؤدي الى ان احنا بناخد العينه من المنطقه اللي احنا شايفين فيها المشكله، وبالتالي ما بقاش في حالات بنفقد فيها التشخيص المناسب. المنظار الرحمي هو طفرة في كمان تأخر الحمل. كان في حالات كتيرة زي حالات تأخر الحمل الغير مسبب أو الحالات اللي بيحصل فيها فشل للحقن المجهري كناش نعرف السبب. دلوقتي في وجود المنظار الرحمي بقينا بندخل بقينا بنفاجأ بوجود زوائد كتيرة جدا موجودة في البطانة الرحمية بتعوق زرع الجنين داخل الرحم. وكمان بقينا بنلاقي في عدم استواء للبطانة بتاعت الرحم، ودي كمان بقت بتتصلح بالمنظار الرحمي. يبقى المنظار الرحمي زي ما هو بيساعدنا في حالات تأخر الحمل وبيساعدنا في حالات النزيف اللي بيحصل بسبب الأورام اللي فيها أو النزيف اللي بيحصل بسبب النشاط الزائد، وكمان بيساعدنا في الاكتشاف المبكر لأورام الرحم وأورام بطانة الرحم. المنظار الرحمي مش عايز ان هو يبان انه حاجة صعبة او انه يكون انه عملية كبيرة، بالعكس هو عملية بتتم في داخل العيادة، بتتم بدون اي تخدير، المريضة بتروح في ساعتها وبتقدر ان هي تمارس حياتها بمجرد ان هي تقوم من على الترابيزة او من على سرير الكشف بدون اي فترة اقامة في المستشفى، بدون اي نزيف بيحصل، بدون اي الام بتحصل بعد العملية اللي احنا بنعملها بالمنظار الرحمي. عايزكم كمان تبقوا عارفين ان المنظار ده هو مجرد آلة، لكن الكفاءة بتاعتها بتعتمد على كفاءة الجراح او الدكتور اللي بيستخدم هذه الوسيلة، يعني مش اي دكتور هنروح له ونقول له لا ده انت تعملها لنا بالمنظار الرحمي، لازم يكون دكتور تلقى تدريب كويس جدا، لازم يكون عنده المهارة، لازم يكون مارس هذه العمليات فترات طويلة. بنبتدي الأول على مكتات أو على نماذج بلاستيكية، وبعد كده بنعملها على الحيوانات، وبعد كده بنقدر نطبق الكلام ده على البني آدمين. ما ينفعش إنه مرة واحدة نروح للدكتور نقول له لا أنت تعملها لنا بالمنظار ويكون بدون أي خبرة أو بدون أي تمرين في هذه الجزئية. المنظار الرحمي كمان نبقى عارفين انه من احسن الوسائل اللي بتشخص لنا المشاكل اللي موجودة في الانابيب الرحمية، بمعنى ان احنا بنقدر نشخص بيه انسداد الانابيب، وبنقدر ان احنا نقفل بيه الانابيب الرحمية من غير ما نلجأ الى منظار البطن. طب احنا هنقفل الانابيب الرحمية ليه؟ في الحالات اللي بنعمل فيها الحقن المجهري ويكون سبب تأخر الحمل هو انسداد الانابيب الرحمية. الانابيب دي في اوقات كتير بتبقى بتحتوي على مواد سامة،
المواد السامة دي لو سبناها وحاولنا ان احنا نعمل حقن مجهري او ان احنا نسيب الست للحمل بشكل عادي، المواد السامة دي بتؤدي الى فشل الحقن المجهري او اجهاض الحمل المتكرر، ودي مشكلة تانية هنبقى نتكلم عنها في حلقة تانية ان شاء الله. بالنسبة للمشاكل الاخرى اللي ممكن يساعدنا فيها المنظار الرحمي، احنا قلنا الالتصاقات اللي ممكن تحصل في البطانة الرحمية. البطانة الرحمية هي الجزء اللي بينزل كل شهر مع الدورة الشهرية. طب ايه اللي هيخلي الجزء الجسم بيفقده يلزق في بعضه؟ الجزء ده ممكن يلزق لو حصل التهاب في الرحم ولم يتم علاجه. يعني السيدة جالها التهابات مهبلية وجالها افرازات وطنشت او ما عملتلهاش اي حساب او ما خلتلهاش اي دواء، الافرازات المهبلية بتطلع الى عنق الرحم تعمل التهاب مزمن في عنق الرحم، وبعد كده ممكن تطلع الى البطانة الرحمية وتعمل التهاب في البطانة الرحمية. في الحالة دي جهاز المناعة بتاع الجسم بيؤدي الى بيهاجم المنطقة وبيدخل المنطقة دي ويبتدي يعمل يحوط الالتهاب ده بأي شكل، وبالطريقة دي بيتم حدوث التصاقات ما بين الجدار الأمامي والجدار الخلفي للرحم. كمان من الطرق اللي ممكن يحصل بيها الالتصاقات دي هي عملية الكحت الشديد. امتى بيحصل الكحت الشديد ده؟ هو لو الطبيب اللي بيقوم بعملية الكحت او عملية التنظيف بعد الإجهاض كان غير مدرب كفاية وأدى وعمل عملية كحت زائد للبطانة الرحمية وكشف الطبقة المتكاثرة اللي هي الطبقة العميقة من البطانة الرحمية. في الحالة دي الطبقة دي بتلزق في الطبقة اللي قصادها من الناحية التانية، ده بيقفل تجويف الرحم، بيقلل كمية الدورة الشهرية، طبعا بيقلل احتمالات حدوث الحمل وبيزود احتمالات حدوث الإجهاض المتكرر. في الحالة دي احنا بنشخص الحالة دي بالمنظار الرحمي وبنعالجها في نفس الجلسة. لما بنعالجها في نفس الجلسة بنقص الالتصاقات اللي موجودة وبنرجع تجويف الرحم زي الوضع السليم بتاعه تماما. وعشان نمنع تكرار الالتصاقات دي بنحط حاجز ما بين الجدار الامامي والجدار الخلفي للرحم لفترة تتراوح ما بين شهرين الى 3 شهور، لغاية لما الجزء الامامي والخلفي يتفصلوا عن بعض ببطانة رحمية سليمة. في الحالة دي بتؤدي الى ان التجويف بتاع الرحم بيرجع الى شكله الطبيعي. هرجع تاني واوريكو المنظار الرحمي. احنا قلنا ان المنظار الرحمي ده عبارة عن عدسة، العدسة دي رفيعة جدا بتعدي من عنق الرحم الغير متسع في الحالة العادية. العدسة دي ممكن نركب عليها جهاز جراحي، الجهاز الجراحي ده هو بنستخدمه في كل العمليات الجراحية اللي ممكن نحتاج لها داخل تجويف الرحم، زي الورم الليفي، زي عمليات الكحت، زي العينة، زي الزوائد الموجودة في البطانة، زي الالتصاقات، زي العيوب الخلقية اللي موجودة في الرحم. والعيوب الخلقية دي نسينا نقول لكم ان من ضمنها الحاجز الرحمي والرحم ذو القرنين والرحم المنفصل او الازدواج الرحمي. اشكركم واشوفكم ان شاء الله في حلقة اخرى. دكتور وائل الشربيني، استشاري امراض النساء والتوليد، مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو الجمعية الكندية والاوروبية لامراض النساء والتوليد.